وصلت يعني عرفت ثلاثة أمراء. يعني وصلت أنا كان أمير البلاد الشيخ خليفة، المرحوم الشيخ خليفة إذن هو الذي كان أميرا للبلاد، ولي العهد كان الشيخ حمد الذي كان رياضيا وهو الأمير الوالد، وبعده أصبح طبعا الشيخ تميم أي طبعا ابن الأمير حمد. يعني هؤلاء كلهم رياضيون. شاركنا أيضا في الحملة التي كانت من أجل استضافة كأس العالم، كان استوديو وكنت أدرت ذلك الاستوديو في سويسرا يوم منح في 2010 تسعة 2009. فهنا كم تم طبعا منح قطر شرف تنظيم كأس العالم 2022، كان الاستوديو من هناك مباشرة من سويسرا. فهؤلاء احتضنونا وكأننا أبناء قطر. يعني البداية قطر لم تكن في البداية الأولى معروفة بقناة التلفزيون ما عدا الجزيرة التي صحيح. وضعت قطر على خريطة العالم، بعدها مباشرة كانت الجزيرة الرياضية وأيضا بإين ثم كأس العالم. يعني عرفت ثلاثة أمراء، قلت لي الأمير الشيخ خليفة أولا كان خليفة. ثم الشيخ حمد ثم الشيخ تميم رعونا، لست وحيدا، رعوا كل العرب. يعني كانت شبه جامعة العربية في دولة قطر، يعني إعلاميون من كل مكان، وكان العمل الجماعي، كنا كفريق واحد منذ تلفزيون قطر والجزيرة الرياضية وقبل الجزيرة أيضا السياسية ثم بين سبورت، يعني فريق متكامل. وأنت أيضا الخضر بريش كنت لديك، يعني أنت قادم إلى الجزيرة الرياضية أو البيين ولديك رصيد في تأسيس الكثير من القنوات في الجانب الرياضي، يعني أظن MBC نعم ربما ساهمت، كان لديك إسهام، القطريون أيضا كانوا على علم بهذه التجربة الثانية. أنا مباشرة بعد ما تركت MBC بعد كأس العالم 98 بعد نهائي كأس العالم الذي علقت عليه بين فرنسا والبرازيل وقعت بعض المشاكل، سوء تفاهم. أنت وصفتها في لقاء سابق معك، قلت لي مكيدة مؤامرة، يعني أنا كنت أعتقد ذلك، لكن في الأخير قلت ربما هذه تجربة أيضا أفادتني أكثر.